انا متاكد انها كانت قاصده توريها نفسها عشان تدبس ابراهيم انه يعلن جوازهم. يا ابني يا حبيبي، وهي كانت تعرف منين انها جايه من اساسه؟ وبعدين هي اتفاجئت زي زيها بالظبط. يا ماما اللي زي شيماء دي مش سهله، مخها بيترجم المواضيع بسرعه وبتتصرف. يا ابني وطي صوتك شويه، لا تسمعك بقى. ما تسمع، انا اللي يهمني في الموضوع ده مرات اخويا سالي، انما دي ولا تفرق معايا. ولما يجي ابراهيم انا هتكلم معاه. يا حبيبي بالهداوه شويه، وبعدين استنى لما نتغدى الاول، ويبقى خد اخوك على جنب وكلمه. ماشي يا حبيبي؟ ماشي. لا انا مش عايز كلدامه، خد كل ما اشوفك قلب وشك مكسوب على كل. الله يسلمك، تفهم ايدك، نفسك حلو في القلب وريحك حلوه. ميرسي يا روحي، من بعد ما عندكم يا قمر. انت ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ لا لا بس يا ابراهيم، اخوك وامك قاعدين. وايه اللي اخوك وامك ده؟ لما انا عملت حاجه حبيبتي؟ والنبي ايه؟ امال مين اللي عمال ينكشني من تحت الترابيزه؟ شمال انت بتتكلمي جد؟ انت اللي بتتكلم جد؟ هو في ايه؟ انت تقصدي ايه؟ اقصد ايه؟ وهي دي فيها قصد؟ ما تحترم نفسك يا اخي، ده اخوك قاعد جنبك. عمر قول انك ما تقصدش. اقصد ايه؟ انا ما عملتش حاجه اصلا. يا بنتي يا بنتي، ممكن تكوني فاهمه غلط. غلط؟ هي قلة الادب دلوقتي بقى فيها غلط؟ عيب عيب الكلام ده. بتحترمي نفسك يا بنت انتي؟ هتكدبني انا وتصدق واحده زي دي؟ دي اللي مستحمله عمايلك من ساعه ما جت البيت ده. دي اللي عماله تقول يا بنت بكره يعقل ويفهم. دي اللي مش عايزه توقع اخين في بعض. بس انا خلاص قرفت منك ومن عمايلك. تعالى يا قلة الادب وما تربيتيش. ادي اخد مجايبك اللي تعرف. ابراهيم، انا هدخل جوه واخرج ما اشوفكش هنا، وتحمد ربنا ان انا مخرجك على رجلك. Watch it.